بالنسبة للإصابات الجديدة تم تسجيل 152 من ضمنها 27 من المخالطين و 125 من الحالات المجتمعية. كذلك حالة الشفاء الجديدة تم تسجيل الحمد لله 278 حالة شفاء. وللأسف تم تسجيل 7 وفيات جديدة، نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفين. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 13516 من ضمنها 8756 من المخالطين و 4575 من الحالات المجتمعية و 150 من الحالات الوافدة. بلغ عدد حالات الشفاء منذ بداية الوباء 10065، فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات للأسف 321. بالنسبة للحالات النشطة اليوم 3130 من ضمنها 2961 بدون أعراض، 109 بأعراض خفيفة، و60 حالة حرجة، نسأل الله لهم الشفاء إن شاء الله.